شبريب بيب بيب 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 شبريب بيب. أنا بحكي لك القصة، قصة سوبرمان. تدور أحداث القصة حول الشخصية الخيالية اللي بزغ نجمها، يعني فقع صيتها، عام 1938. سوبرمان كال آل ابن العالم جور آل بنولد في كوكب كريبتون، ويا فرحة أهله فيه ولكوا فيه بتيجي عقده مفتول فتل وكله عضلات من لاس لتراي لترابيس، وبحلف لك ميت يمين ولا كورس ماخد. وبعد 3 سنين من ولادته بتنبأ جور آل بانفجار كوكب كريبتون، بخف عقله والضنا غالي، بصنع صاروخ وبركب ابنه فيه وبجهه على كوكب الأرض يعني لجاي، وبطلقه قبل الانفجار بثواني، بفقع بالأرض وبالتحديد بمنطقة سمولفيل. جوناثان كنت ومرته مارثا كنت بيلاقوه وبيحزنوا عليه، بتبنوه وبربوه أحلى عيشة وأحلى مدارس، وبسموه كلارك كنت، بحبهم وبحبوه. بيكبر وبتكبر قدراته معه، وبصير يبطح عشرة بأصبع ويطلع ليزر من عيونه، وسريع بسرعة الضوء لدرجة انه لما يطير الناس بيشوفوا خطين ازرق واحمر بالسماء، ويا طير يا طاير. بحلف انه يخلص البشرية من الظلم، وبصيروا كل السرسرية يحسبوا له حساب، بيقطع رزقهم وبدمرهم. بتخرج من الجامعة وبيشتغل صحفي بمجلة ديلي بلانت، تمويه حداقة، وبتخبى تحت شخصية خجولة، ومن برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله، الكل بصير يحبه. شفتوا شو عمل سوبرمان؟ قصص وبطولات كبار وصغار، وبصيروا العالم ينام وبواب بيوتهم مفتوحة، وأخو أخته اللي قرب بفقع صيته بزيادة، وبوصل عمان وبيقضيها صد ورد، وينقذ البنات من التدكيس والمعاكسة. والله يقويك. عشو بحلف سوبرمان؟ يخلص البشرية من الظلم؟ يخلص البشرية ويقضي عليها؟ يخلص كل مصاري على السهر والحكي الفاضي؟ إذا عرفت الجواب زغرت. أنا بحكي لك القصة،